هاي بنات، اهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد على سوما لايف ستايل. فيديو اليوم راح يكون ميني فلوج وريفيو على ذا بروفيشنال اللي هو برايمر بيزغر شكل المسامات لميك اب يكون احسن وافضل. فهلا راح نشوف الستاند تبعهم على السريع. بنفيتس هي ماركة أمريكية بالإمارات، موجودة في سيفورا وكمان موجودة في وجوه، جودتها كتير عالية وكتير منيحة. فيلا نشوف الستاند. هون كل هيدا المطرح بس للبرودكت تبعوا الحواجب. يوجولي بغير مطارح بتلاقي مثلا عندهم 3-4 برودكتس. بنفيتس عندهم كل الأشكال وكل الألوان لتناسب أي بنت. فعندهم الجل، عندهم الألام، عندهم الباودرز كمان مثل ما بتشوفوا هون. فيعني بتلاقوا الشيء اللي بيناسبكم. هون في سكين كير وبادي كير، في عندهم كريمات للوش وتحت العيون، عندهم كونسيلرز، عندهم فونديشنز على باودر وعلى ليكويد، والوانهم رائعه رائعه. هيدي البروفيشنال اللي راح نحكي عنها بتيجي بتو سايزز، كمان فيها باودر. هون في البلاشرز، عندهم 5-6 ألوان، عندهم ماسكاراز على أسود أزرق وبني، كمان عندهم آيلاينرز. هون الهولا برونزرز ولا الهولا كوليكشن، هيدي الهولا برونزر كمان كتير مشهور ومعروف. ألوان البلاشر كتير يعني كتير حلوة وترابية فبتبقى لكل الناس. هيدول ليكويد هايلايترز عندهم شي 4-5 ألوان. هيدي الهولا كوليكشن مش بس للوش، عندهم الجسم كمان. وهيدي البروفيشنال. ان شاء الله يكون عجبكم هيك الميني فلوج تبعوا الستاند تبع البنفيتس. هلا راح احكي مثل كتير فيديوهات عملتها، بعطي هيك قصه ولا باك جراوند على الشركه. شركه البنفيتس هي شركه امريكيه 1976. في توينز كان اسمهم جين اند جون، هني بنتين توأم. كان عندهم هيك very tiny original makeup shop، يعني شوب للميكاب كتير صغير بسان فرانسيسكو. وهلأ هيدا الشوب صار الهيد كوارترز تبعه البنفيتس. ب 1977 عملوا أول مستحضر اللي هو الإنينة الصغيرة تبعه الأحمر الخدود السائل لراقصة إكزوتيك، وكان اسمه بالزمانات روز تينت. ولهلأ بعده موجود المستحضر وغيروا الاسم وصار اسمه بيني تينت. 1990 خلقت ولا ولدت The House of Benefits يلي بعدين تسمت البنفيت كوسماتيكس، وأول كاونتر فتح بنيويورك سيتي. ب 1997 أول كاونتر أوفرسيز برات اليو اس انفتح، وكان بيوكي لندن بالسنتر كتير معروف اللي اسمه هاردز بقلب لندن. وكانت زيارة مفاجئة للأميرة ديانا للكاونتر. 1999 شكل كبير كمان المعروفة الالفي ولا لوي فيتون صارت هي شكل أم اللي هي the parent company تبعو البنفيت. بال 2012 دخلت بنفيتس موسوعة جينيس اللي the most eyebrow waxes in 8 hours by a team، فصار اسمها موجود بموسوعة جينيس. فهيدي هيك نبرة عامة عن الشركة. والمنتج تبعونا ولا البرودكت تبعنا اللي هو The Professional كتير عمل ضجة وكتير هيك يونيك بعالم الميك اب، ما في هيك برودكت مثله أبدا. فخلينا نحكي عنه. هيدا البرودكت بيقلل من ظهور المسام والخطوط الدقيقة، فالوحدة بتحصل على بشرة هيك كتير ناعمة. تاني شيء انه هو كتير خفيف الوزن، it's very lightweight، ولونه على نيود كأنه لون البشرة. هيدا هو اللون تبعوله. فلما هيك بتوزعيه على الوش بيندمج تماما على السكين.
ما بيبين ما بي يعني ما بيترك، وهيدا من القصص والاشياء اللي كتير عجبتني فيه، ما بيترك علامات، مش مثل غير كريمات ولا غير برايمرز، ما بيبين ابدا، كتير خفيف ما بتحسي فيه نهائيا. بيناسب كل درجات الاندرتونز وكل الوان البشره، خالي من الزيوت، يعني اتس اويل فري مثل ما قلت. هو اللون تبعوله بيكون هيك على نيود، بيصير شفاف، بيروح اللون تبعوله، ما بيبين نهائيا. مكتوب عليه انه في فيتامين اي، يعني بيغذي البشره. والملمس تبعوله مخملي هيك، فيلفت على فيلور، مش كريمي ابدا، مخملي. فمن الهين انه البنات ما تعرف تستخدموه، فبيكون هيك ريفيو شوي سلبي. هو عنده طريقة معينة، بمعنى اول شيء ما بدك تنزلي كتير، يعني شوي من المنتج بيكون كفاية. تاني شيء ما بينوزع على الوش كلياته، بينوزع بس على المناطق اللي فيها مسام. يعني مثلا انا بوزعه على فوق الانف وحوالين الانف، لانه فيه هيك شوية مسام بورز، وما ما تحكي، بس هيك بالخفيف طبطبة هيك، فبيملي المسام، and then بيجهز الوش للفونديشن، فبيخفى. بدك تنزليه اول شيء، طبعا طبعا ضروري انك تغسلي وشك وترطبيه، لانه هيدا يعني منه مويسترايزر، هيدا بس يعني تو مينيمايز ذا بورز، بيقلل ظهور المسام. فبدك تغسلي وشك كتير منيح لتجهزيه طبعا للميك اب، بدك ترتبيه، وبدك تنزلي طبقه كتير رقيقه، ما تكتريه، لانه المشكله اذا تكتر بتقلب النتيجه، بيصير هيك فيري كيكي وكتير تقيل ومثل الجيك. فبدك تنزلي طبقه كتير رقيقه على المناطق اللي فيها المسام، بتنطري كم ثانيه and then بتحط عليه الفونديشن، لأنه كمية قليلة بتكفي. وصراحة أنا كتير حبيت هيدا، بالأول ما عرفت كيف نزله، بتنزل منه كتير فما عجبني. فطبعا لما بتشتري برودكتس بتجربيه كذا طريقة لتشوفي الطريقة الأنسب. العلبة هون فيها 22 ml، فيه تو سايزز، السايز الكبير وهيدا السايز الصغير. فإذا بتقدري تجيبيه، هو المنتج يعني بتحتاجي منه بس شوي، معناته انه التيوب بكفي وبالطول يعني مدته. هلا بشوف انه هو ايه فعليا شوي غالي، بس منه موجود، نفس هيدا البرودكت منه موجود بغير شركات. الايجابيات والسلبيات تبعوله بالنسبه لإلي، الايجابيات انه فعليا بيقلل، بيساعد على تقليل ظهور المسام والخطوط الرفيعه. تاني شيء خالي من الزيوت، وهيدا شيء رائع لانه بشرتي انا كتير دهنيه. ثالث شيء بيخلي ملمس الجلد كتير املس، واللون موحد، والملمس مخملي، وهيدا بيعطي يعني هيك بيز للفونديشن تبين افضل واحسن. الكونز ولا السلبيات، انه تنظيفه شوي صعب، لانه بيحتوي على سيليكون، وسيليكون شوي صعب ينشال من البشرة. بس أنا يعني هيدي اجان طريقتي الخاصة بغسل وشي، بغسل وشي كتير منيح هيك ببراش كلاراسونيك، إن شاء الله رح أعمل عليها ريفيو، فبيتنظف الوش كتير منيح. الشغلة الثانية السلبية إنه مكلف شوي، لأنه تقريباً 160 درهم إماراتي، يعني تقريباً شي 40 50 دولار، فهيدا يعني شوي مكلف. ثالث شيء انه اذا انحط بالطريقة الغلط النتائج بتكون عكسية. فهيدا رأيي الصريح على ولا الشخصي على دي بروفيشنال. بس at the end of the day البروز أكثر من الكونز، وكتير يعني عجبني هيدا البرودكت وكتير بحبه. فان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، بليز اعملوا له لايك واعملوا له شير، واشتركوا بالقناة ليوصلكم كل شيء جديد من عندي. بشوفكم بالفيديو الجاي، باي باي.